تفضل. شوفي انا سعاله لعندي بعض التعليق لو سمحتوا تفاعل، لان باش يكون الحوار زاد. انا شوف سي عبيد، تعرفني نقدرك وكنا زملاء متبادل ايه فهمتين ومتقاربين في الافكار، وحتى الجهات عندها تاثيرها على التفكير وما تعرف انت يعني. ماركسي والماركسية شنو انا بهذا. شوف سيدي انا والله اللي قلقني في 22 سبتمبر 25 جويلية كنت متفائل بحذر، لأن يعني قلت ما نجم نحكم إلا بعد ما نشوف شنو البرودوي اللي باش يخرج من 25 جويلية. 25 هو إعلان نوايا، إعلان نوايا إيجابي، لأن جنب تونس ربما وضعية كانت صعبة جدا باش توصل لها، لأنه فعلا انتهت المنظومة بتاع 24. علاش تقلقت وعلاش نقول اللي يلزمنا يكون عندنا وقفة عقل في هذه اللحظة؟ وقت لي سلم القوانين إيشون باردي وقع القصف وهو بالمنجنيق، سلم القوانين المستقر منذ سنوات طويلة سي عبيد راهو قرون، أن دستور، معاهدة، قانون أساسي، قانون مرسوم، أمر ترتيبي، أمر كذا مقرر، قراء، ما إلى ذلك. توا السيد رئيس الجمهورية في الإعلان المؤقت للصلاة عمل فقرة ونص يسمح له بتغيير القوانين بمقتضى مراسيم وأوامر رئاسية، حتى بالأوامر. إذن ما هي ضمانتك في بقاء نص يحمي الحريات ويحمي حقوق التظاهر وغيره؟ وألغي جانب المتعلق بهذا، ثم بعتري جوا احنا القانون الشغل اللي يسمح بحق التظاهر جرابريش، انا نعمل نضربه في لحظه. بالتالي انا شنو هي الضمانات اللي عندي؟ شنو هو انا كمواطن؟ هل ترى هي ضمانه المنحه والثقه في الشخص ام ضمانه النصوص؟ انا تعودت في تركيبتي وفي ثقافتي ان الضمانه هي النص. هذه هي الضمانه. النص الحق ما اعطانيش الضمانات نتاع 22 سبتمبر. ها نعطيك امثله على هذايا، تو باش نقول لكم حاجات، لان احنا نحبوا نوصلوا، احنا نحبوا نصلحوا، غايتنا هي الاصلاح. وقت يجي الفصل 12 يا ايمان، شوف شنو اخذها رئيس الجمهوريه ليه. التعيين والاعفاء في جميع الوظائف العليا. انت تحب ان غدوه رئيس الاول المحكمه الاداريه يقال ويعين من رئيس الجمهوريه بدون حتى مرجعيه للقضاة لغيرهم؟ راهو في العدود السابقه حتى في قانون 59 هذا ما كانش ممكن. حب غدوه رئيس محكمه الاستئناف بمدنين تلقاه معين لانه وظيفه عليا ويعين بامر، اذا يؤخذ بهذه الطريقه. اذا كان انا السلطه الاخيره التي يمكن ان الجا اليها اللي هي القضاء، ولدى رئيس دائره المحاسبات اللي قابله البارح يعين منه بامر دون حتى جهه مراجعه او جهه ترشيح، لانه مش قاعد يقع على وراه يعين بامر من رئيس الجمهوريه، ولكن على ان يكون من المرشحين من مجلس الاعلى للقضاء. بهذا النص وقت قال جميع السلطات العليا القضاء بيدو اصبح يمكن ان يكون تحت النفوذ المباشر للسلطه التنفيذيه، وهذا راه مبدا يختلف مع قواعد القانون، مش مع الديمقراطيه اللي احنا كارهينها نتاع حكم النهضه. شكون قال لك فما في حكم النهضه ديمقراطيه؟ انا لم اؤمن ان في اطار حكم الترويكا فما ديمقراطيه، واعتبر انها الديمقراطيه الشكلانيه ما جابتش نتائجها، والديمقراطيه هي نجاحه الحكم. اذا كان الحكم مش ناجح فالديمقراطيه فاشله. هذه مسائل متفق عليها، ولكن انه نلقى نص بهذه الصيغه وانا رجل قانون حق. كيف كيف شوفي عندك الفصل الاخير من هذا القانون يقول لك فصل 22 في الحكم، اي 22 اي، يتولى رئيس الجمهوريه عدد مشاريع التعديلات المتعلقه بالاصلاحات السياسيه بالاستعانه بلجنه ينظمها رئيس الجمهوريه بأمر يعني شنو الدوله الاستشاري؟ تقول لي غدوه لا رئيس الجمهوريه راه باش يستشير، نقول لك النص ما اعطاهش الاستشاره. النص اللي تطلب فيه سي عبيد وانا نحبه ونحب رئيس الجمهوريه يستشير، واش تحب يا نعمه؟ نحبوا نصلحوا بلادنا، نحبوا قف عيون، نحبوا رئيس الجمهوريه الذي هو الضامن للدستور والذي هو الشخصيه الاعتباريه الابرز في تونس، يقود بماقيه المجتمع والنخبه مع اتفاقي مع صديقي اللي هي نخبه مشتته وافكارها مشوشه خاصه في المرحله هذه لان ما عندهاش تصور كبير. تمنيت انه
يكون فما نص يقول بالاستشارة، بوجوبية الاستشارة. هنا لجنة يعينها رئيس الجمهورية، شكون يرأسها اللجنة؟ وحتى ما رأيها شكون يرأسها اللجنة؟ شكون رأيها غير ملزم رأيها؟ اي وشكون يرأسها اللجنة؟ يرأسها رئيس الجمهورية بذاته، بذاته. يعني ينجم يقول لك راهو في الحقيقي يقول شوف، ويجب ان تهدف مشاريع هذه التعديلات الى تأسيس النظام الديمقراطي حقيقي، معناها يعني الديمقراطي من غير مزيف، حقيقي ومزيف عكسه. شنو الديمقراطي المزيف؟ يجب يجاوبنا عليه السيد رئيس الجمهوريه. يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السياده ومصدر السلطات ويمارسها بواسطه نواب منتخبين او عبر الاستفتاء. اي خليني في نواب منتخبين. ايش معناها نواب منتخبين؟ كانت انا القانون يا عبيد ليس علما صحيحا ولكنه علم ذو مصطلحات صحيحه. الترم اكزاكت ماهوش علم صحيح ولكنه مصطلحاته كما المات 1 بلس 1 تيكال 2. هذا يعني انه ليس بالضروره ان ياخذ تمثيل نيابه الشعب شكل برلمان قائم الذات. وعلاش الغرب الكل يقول له طمنا على وجود البرلمان في المستقبل؟ كي تشوف يا انجيلا ماركل اش هبطت هي السفير الالماني وقت تسمع تصريحات الدول الغربيه. اذا فما فكره اخرى تعتمل في ذهن الرئيس وهي فكره ما نعتقدش عبيد توا صرح مثلا عبيد ناخذ خاطر هو حاضر بحذانا ونتناقش الكل يعني نسمح لروحي اني نقول نتفق معاه 70-80% في الاراء العامه نتاع سي عبيد. النظام المجالسي ما عندكش ضمانه الا يكون موجود لان هذا النص يؤشر الى تفكير مجالسي يؤشر. وانت تعرف المصطلحات نحكيو بالوميه وبالتاشير وبحسب. هل خرج اليوم سيد رئيس الجمهوريه ولا نطق رسمي باسمه ولا اليوم كل واحد يحكي باسم الرئيس للرئاسه نفات؟ لا لا هذا لا سامحيني، لا هذا تكلم رئيس الجمهوريه عندما يمضي رئيس الجمهوريه هذا الامر هو تكلم، هذا كتب وتكلم واشهر في الرائد الرسمي، بالتالي هذا مش مجرد ايماءات في اتجاه النظام المجالسي. هذا اتجاه واضح، هذا كي نقول لك انا اقول الكلام هذا وما يقولش نظام برلماني. قلت لك القانون هو علم صحيح، يعني ان فما التفكير جدي يقيس فينا يحب يعطينا بدايه لافونغو. هذا هو النص الموجود هنا. هو مش افونغو، هو بالشقب، لانه هذه المراسيم غير قابله للطعن. لا لا المراسيم غير قابله للطعن، اما النص هذا الموجود حاليا الامر هذا قابل للطعن. بالتالي ايش حبيت نقول انا من في الملحوظه هذه الاولى اللي كان سمعتوا لي؟ الملحوظه الاولى هو اني انا معناها عندي رغبه حقيقيه في اصلاح البلاد والخروج من الحقبه والعشريه اللي هي عشريه فيها كثير من المضرة لتونس ولكن هذا لا يكون بنص بدرجة هذه الغموض. بالتالي احنا توا ننصح لرئيس الجمهورية هو أن لا نقول له يا قائد سير سير واحنا وراك بالبندير. راهو هذه فكرة غلطة، وراهو الإنسان كي يواجه أنفاس في المرحلة هذه ربما يواجه المشكلة وهي صغيرة ولكن عندما يواجهها في المستقبل قد يواجهها وهي أكثر خطورة.